السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف نشاهد مع معنى ملكة جيدة. شوفوا بالنسبة للمدخل نحل قاعد هناك صروع كثير النحل. سوف نقوم بفتح قليا ونقوم بتعيين تقريب كل الإطارات نحل، ولكن المهم هو شوفوا قطع فيها عسل جديد، عسل شديد، تمر لوز، الإطار اللي بعده كذلك عسل، كله عسل. قد كانت الملكة في هذا الإطار، ها كله بيض، كله بيض جديد. الملكة بصيد البيض في هذا الإطار، قد لاحظت وجودها الآن خارج هذا الإطار. أنا حسيت أن حالة الحضنة، كيفاش باش تكون حالة الحضنة؟ لوز الحضنة اللي بدا يكون له بيض مازال في كتار ورقات. شوف حضنة كيف هي مسكرة بكلها، قليل ومن ثم ثقب، معناها الثقوب كلها معبية. هذا تعتبر الملكة ممتازة. هذا كيفاش نفرق ما بين الملكة الرديئة والملكة الممتازة؟ هذا كله بالنسبة للمبتدئين، يبدأ عنده فكرة واغزر من هنا. خيرات اللهم صل على النبي. تقريبا كل الثقوب حضن، ليس هناك أي فراغ. هذا يعني أن الملكة بصد البيض والبيض جيد. بقية الحضنة، بقية الإطارات تكون حضنة. الفائدة في إزعاجه سوف نقوم قد قمت بلمس نحلة فقمت بوضع من الإصبع. هذه مدامة تريد قام في هنا كل الحضرة، يجب أن نقوم بزيادة بعض الإطارات. بالنسبة لآخر إطار حضرنا هو تقريبا ضايع فيه بيض،
هنا نجيو غادي كاع ونحطو اطارات جدد حتى يتسنى لنا حل بنائها في اسرع وقت ممكن. هذا اطار جديد 2018، ثم الاطار الثاني يقع وضعه في اخر الاطارات حتى فهو عبارة عن احتياط، اذا ما اكمل البناء لا يقوم بالبناء في السقف، فلهذا يقوم بالبناء في هذا الاطار الاخير. هذا كيفاش نتعامل مع النحل، كيفاش نقوم بزيادة الاطارات والتفريق ما بين الملكة الجيدة والملكة الرديئة. تقريبا هذه فكرة على نوع الملكات التي يمكن أن تجدوها في منحلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.